نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا عبد اللطيف المهتدي يحييكم، ونستكمل معكم حلقة جديدة ضمن سلسلة شهر الفتوحات. وموعدنا اليوم مع غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عير لقريش قادم من الشام فيها تجارة كثيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا في 310 رجلا من المهاجرين والأنصار، ولم يكن معهم سوى 70 بعيرا. فبلغ الصارخ مكة، فخرج المشركون مسرعين، لم يتخلف أحد منهم ولا من أشرافهم. وقضى المسلمون ليلا هادي الأنفاس منير الآفاق، قد غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم. وأنزل الله عليهم مطرا خفيفا طهرهم به وأذهب به عنهم رجز الشيطان. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويدعوه، وكذلك المسلمون يدعون ربهم ويتضرعون إليه. فأنزل الله على ملائكته: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأنزل الله على رسوله يبشره: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وابتدأت المعركة بالمبارزة، فغلبهم المسلمون واستشاط الكفار غضبا بعد قتل رجالهم. فحمي الوطيس وانعقد الغبار فوق رؤوس المقاتلين، ونزلت الملائكة تثبت المؤمنين وتقتل المشركين. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأبا بكر بأن هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقاتل مع المسلمين أن أتى نصر الله. وشده العرب قاطبة من لهذا النصر الحاسم، وسمع به أهل مكة فلم يصدقوا الخبر. فلما أتاهم الخبر اليقين صعق بعضهم فهلك في حينه، وماجى بعضهم في بعض لهول المصاب فلم يدري ما يصنع. وهذا النصر كان داعما للدولة الإسلامية الوليدة، وكان مهابة للمسلمين، وسمع به كل العرب. نلتقي غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من غزوات المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.